بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفه الثاني امير دوله قطر الشقيقه بمناسبه ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دوله قطر كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئه مماثلتين الى اخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب امير دوله قطر واخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه بدوله قطر